يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، يلا مش هنقعد الليل كله. يلا بلوزه، يلا يا جماعه، يلا ايه، عاش عزوز. كنت عالي قوي الليله دي. ربنا يخليك يا استاذ سعد حبيبي. خير؟ في حاجة؟ لا أبدا، بس احنا خلصنا. الناس مشيت؟ لسه واخدة بالك ولا ايه؟ طيب معلش، ممكن أعرف الساعة كام؟ الساعة 10. أنا لازم أمشي. طب في حاجة أقدر أساعدك فيها؟ متشكرة، شكرا. ياما في ستات فقراء أجمل مليون ألف مرة من ستات نسيوا ملامحهم من كتر البودرة. جمال طبيعي كده وروح بجد. الفقر مغطيهم آه، بس لو بصيتي في عينيهم هتعرفي هم قد إيه أغنياء من جوه. أكرم الستات تلات أنواع: ست بتاعت فلوس وبتحب الفلوس حتى لو عندها، ما يفرقش بقى معاها حلوة وحشة، المهم الفلوس. والنوع التاني بتحب تسافر وتدلع وتتدلع ويتصرف عليها ويبقى معاها راجل طول الوقت عارف يدلعها. النوع التالت بقى بتاعت بيتها وعيالها، وانت معاك النوعين: ام العيال وبرنسيسة الدلع. بتدور على الجعان ليه ولا هو طمع وخلاص؟ تصدق يا سو، احيانا فلسفتك بتعجبني. انا كلي بعجب، بس انت بتعند. هبطل عند فين؟ هنا ودلوقتي. صالح، وي وي، اقفل الباب يا صالح. حسن الوحيد اللي يعرف لما بتبقى متضايقة يلاقيكي فين. فاكرة نادية وانت في تانية تقدم؟ واحد معرفة اتصل بينا في التليفون قال لنا النتيجة طلعت في الكنترول. جريتي جري على المدرسة، فضلت واقف على ايده لحد ما عرفت النتيجة. لسه فاكر يا حسن؟ طبعا. بعدين اتصل بابوك قال له بنتك شالت مادتين يا حاج. قعدنا مستنيين 3 4 ساعات ما جيتيش. امك لطمت بالصوت قالت يا لهوي، بنت رمت نفسها في البحر. لفيت عليك اسكندريه لحد ما لقيتك قاعده هنا. ويوم ما رجعنا بابا قال لك لقيتها فين؟ بس يروح فين؟ وانا قلت له قعدت اتوه يمين وشمال، ما قلتلوش برضه في الاخر ان انا لقيتك على كوبري ستاك. طول عمرك جدع يا حسن. امك قلقانة عليك يا ولاد. عارف ورد وبابا، وانت كمان لو كنت جيت ما لقيتنيش. يعني انت عارفه ان كلنا بنحبك وبنخاف عليك. عارفه كل حاجه يا حسن. عارفه انكم خايفين عليا وبتحاجوا عليا وبتردوا. وعارفه ايه كمان؟ عارفة اني خايفة يا حسن، خايفة افضل لوحدي، وخايفة اتجوز، خايفة اكتر من نظرة العطف اللي بشوفها في عيونك وعيون الناس تفضل بالزماني بقيت عندي. وانا قلتلك ما تخافيش، ومفيش حاجة تقدر تهزيك طول ما انا جنبك. هتصدقيني يا نادية؟ هصدقك يا حسن، بس انا مش عايزاك تشيلها. وبعدين كلها كام شهر ولا كام سنة، واللي ربنا عايزه هو اللي هيجي. انت عبيطة يا بنت، انت ليه بتقولي ده؟ بقى نادية بنت الرئيس عشان أخت حسن النورس بجلالة قدر وأجمل بنت في اسكندرية كلها. شوف الدنيا سودة بالمنظر ده. يا نادية الدنيا فيها حاجات أحلى بكتير، أحلى من العرايس وعرسان. وبس يا واد، وبس يا بنت، مش كده ولا إيه؟ سيبها على الله، بكرة ربك يعدلها، ومحدش بياخد أكتر من نصيبه يا نادية. يلا يلا، عشان كلهم قلقانين عليك، ما تسيبهمش كده. صلي على النبي. بس. Thank you.
السلام عليكم. يلا يلا على اوضتك. كنت فين؟ حاج معلش ناديه تعبانه. اسكت انت. ولا هي يعني ملهاش لسان ترد بيه وتعمل كل عامله وتدافع عنها؟ ده بدل ما كنت تسفخها قلمين على عملتها السودا اللي عملتها الليله دي. من امتى يا ناديه عندنا بنات بتغضب وتسيب البيت؟ ما بترديش ليه؟ ما خفتيش عليا؟ ما فكرتيش فيا؟ عقلي عمال يلف ويدور، راحت فين؟ حصل لها ايه؟ هيحصل ايه يعني؟ بنت ترضي على امك كده ازاي؟ اهدى يا حاج. معلش يا عمي معلش، يعني اصلها يعني كانت محتاجه انها تقعد مع نفسها شويه. واللي تقعد مع نفسها تنزل في نصاص الليالي في الشوارع واخوها ينزل يلف عليها ويدور عليها؟ انا ما طلبتش من حد يدور عليا، ومن هنا ورايح مش عايزه حد يقتل همي ولا يتحسر عليا تاني. بنت انت بتزعقي في وشي؟ البيت دي لازم تتربى. ماشي حاج، صلي على النبي. معلش مش لازم يعني دلوقتي ندوس عليها. لا يا حسن خليه يدوس، ما انا خلاص بقيت مداس بجملت بقى. بس بقى اهدي شويه يا شيخ. طب ايه رايكم بقى ان انا من النهارده مش هشوف عرسان، وهعمل زي اي بنت، هقعد واحط رجلي على رجلي، وهقبل بس العريس اللي على مزاجي، ومش هبقى فرجه تاني لحد. ماشي يا حبيبتي، اهدي واللي انت عايزاه يحصل. بعدين يعني ابوكي لو بيقول لك كده خايف عليك مش اكتر يعني يا ناديه؟ حرام عليكم بقى، وانتوا في حد فيكم حاسس بيا؟ انتوا مستكترين عليا حتى اني اقعد لوحدي؟ كل مره بتجيبوا لي زفت عريس ولازم اتنقي اقبل بيه، ولو ما حصلش نصيب تزعلوا قوي. هو انتوا عايزين تساعدوني ولا عايزين تخلصوا مني؟ لو مش عايزيني قولي اروح في اي مصيبه واريحكم. بس بقى بس يلا تعالي معايا على اوضتك. يلا 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 يا حاجة، اعملي لها لقمة تاكلها. اقعد يا حاجة، اقعد صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. لا مؤاخذة أنا يا حاج، لو كنت بدافع عنها بس نادية على شعرايا ومش مستحملة. أنا عارف إن إحنا طول الوقت عمالين بنقول لنادية زيها زي كل البنات، بس من جوانا عارفين إن هي مش كده، وأكتر حد عارف إنها مش كده هي نفسها. نادية يا حاج عارف إن هي مش هتتجوز بالسهل، ولو اتجوزت صعب تخلف. عارف ده معناه ايه؟ معلش يعني ان بقول لك كلام زي ده، بس ناديه كانت لازم تنزل تشم هوا وترجع تاني. لو ما كانتش عملت كده كانت هتنفجر من جواها، هتروح مننا يا حاج. لا اله الا الله. خلاص بقى روق، في ايه؟ وبعدين انت قمت من شويه عملت نمره كده يعني كنت هتضربها وبتاع. ما عارفك قلبك طيب، انت كنت هتضربها ما كنتش هتضربها. يا ولد انت عارف يا حاج وانت بتنرفز تبقى شبه مين؟ مين؟ تبقى شبه حسن شحاته. قوم يا ايه؟ قوم. ما انا بقول لك ما اعرفش يركب له القسطره يوميها. وازاي اداره المستشفى سكتت على كده؟ واوسخ من كده كمان وحياتك. اوسخ من كده؟ ما بقتش عارف احنا في مستشفى ولا فين. صباح الخير يا رجاء. طيب انا همر بقى وارجع لك. اقعد. صباح الفل يا فاتن. ازيك يا علي؟ ازيك يا فاتن؟ هو انت ما عندكش مرور؟ كان عندي وخلصت مشوار. ايوه صح، انا شفتك امبارح على الكورنيش، بس بصراحه كده ما رضيتش ازعجك، قلت يعني يمكن حابب تقعد لوحدك او كنت مستني حد. انا بحب اقعد على الكورنيش. بحب اقعد. تهرب؟ تهرب من مين بقى؟ من الناس، من الزحمة، من ريحة المستشفى. أهرب من نفسي. طب والله يا بختك، أنا أوقات كتير ببقى عايزة أعمل كده بس ما بعرفش. لو عندك الرغبة هتعرف. بص، هو أنا مش نفسي أهرب لمكان قد ما أهرب لحد، حد يفهمني، يحس بيا، يقولي رأيه ويقنعني بيه، حد احكي له على كل حاجة وانا مطمنة. هو انت ما عندكش الشخص ده في حياتك؟ في الحياة لا، وشكله مش هيكون. انا لما عاوز اتكلم بحب اطلع اللي جوايا على الورق. طيب مش يمكن تلاقي البني ادم اللي يغير وجهه نظرك في الحياه وتحكي له بدل ما انت بتحكي كل حاجه كده على الورق؟ ممكن. وممكن كمان تلاقي نفسك بتعمل كل حاجه علشانه وبتستغنى عن حاجات اكتر. انت
ممكن استغنى عن كل حاجه بس اشوف. يا حسن ارد ابوك جراي يا جدعان. هو انتوا مفيش في بقكم غير المينا والشغل في المينا؟ مش مسافر يا جدعان ومصحب ما مسافر، ما تقفلنيش منك يا جدع. ما بلاش تربس الدماغ دي يا حسن. بقول لك انت عايز اللي اقولها لك في وشك. لو فضلت ناسي نفسك وسط الشحم والعفريته مش هتلحق حتى تبص وراك عشان تندم زي ما ابوك قال لك. بقول لك ايه؟ الغربه كلها شغلها مكاتب وتليفونات، ما مليانه شحم برضه، فرقت في ايه؟ فرقت انك تعمل قرش يا جدع. ترجع تفتح توكيل مراكب ولانشات مش تفضل ميكانيكي. ماشي يا زيك. ان شاء الله في مصلحه في مصر، ادعي لي بس وقول يا رب. يا مسهل. جرايا نورس. وقت دلوقتي حابك الراغي مع سيزاكي؟ احنا ما عندناش يا اخويا وقت اليوم بطوله، عايزين نخلص يا نورس. ما تسيب الراجل ياخد نفس يا ريس متولى. هي ايه الدنيا طارت؟ ايوه طارت يا سيزاكي، اسكت انت. خلاص يا ريس متولى، خلاص بيقفلوا المركب اهو. يا ابني خلص المركب دي اللي انت فاتح بطنها، وكلها كام ساعه يا اخي وهتتحرك؟ كلها كام ساعه وتتحرك؟ مركب ايه؟ مارينا 2000. مارينا 2000؟ يا عم الحاج دي لسه مليانه بلاوي. طب ما تلم بقى البلاوي ديت، خلينا نلحق يا ابني. نلحق ايه؟ ده ولا اسبوع، الرمصات كلها عايزه تغيير بالكامل، ولا رماص شغال، عمال بتحايل عليهم يطلعوا عايز الشراء مش عايزينها. اعمل لكم ايه يا ريس؟ ايه اسبوع؟ انت بتقول يا حسن؟ اذا كان المهندس فراج بنفسه كبير الهندسه ماضي عليها بالخروج. يا ابني بلاش تلاكيك بقى، واعمل لك همه واعمل معروف وتعالى لم المركب ديت. انا مش عايز اقول لك المركب دي تبع مين. يا عم لو بتاعت الجن الازرق المركب دي مش هينفع تطلع يا ريس متولي. طالما بيقول لك المهندس ماضي يبقى مالكش فيه. انت مش عارف اكرم البدري وشركاته ممكن يعملوا فينا ايه. يا عم ذاك رايح ضهرك ومالكش دعوه. يا ريس متولي المركب دي لو عليها فلوس وبضاعه كان هينفع تطلع، ولا هي عشان عليها بني ادمين يغرف 60 داهيه؟ ما هو بالعقل كده يا حسن يا ابني. ما المراكب كلها بتطلع البحر على باب الله، اشمعنى يعني دي بالذات حبكت يعني؟ يا ريس متولي المركب دي لو عليها مكان جد نفسه مش هيلحق يعمل لها حاجه، ميله هتغرق في عرض البحر يا سيدي. يا ابني ما تنهدش معايا بقى، ما تجيبليش يا حسن كلام فارغ على كبر. يا ريس متولي خلاص الكلام، المركب دي مش طالعه يعني مش طالعه، ولو حد كلمك يا سيدي قول له حسن النورس اللي وقفها. يا خلاص يا ابني ملاش منازه. يا عم متولي والنبي سيبني في حالي. ما تجيبليش الكلام على كبر. النورس يا بنت هاتي بس هاتي يا بنت هاتي تعالي بس. اوعى يلا تعالي بس يلا بس بس اهو تعالي هنا. الله تعالي هاتي بس بقى هاتيها. الله بس يا ولد اقول لك بس بقول لك ايه بس قال مالك يا بنت راميه جوزك كده ليه؟ هنبقى نتصلوا بيه. طول عمري نفسي اعرف راجل زي ده، نفسي اعرف معنى الراحه، حد يشيل همي نتسندوا عليه، راجل يبقى ظهري بعد ابويا اللي راح وساب ظهري متعري اللي يسوى اللي ما يسواش. هو كتير كتير الاقي حد يحبني يخاف عليا ويخافوا عليه، حط راسي على كتفه وانام ولو مره واحده من غير ما اخاف. لا مش كتير يا حبيبتي، احلمي براحتك وخليكي نايمه في سبع نومه كده لحد ما الفرصه تضيع من ايدك. الهمام اللي انت بتعمليه ده ايونتي رخره. ورا يا بت ده انت بتسيبي نفس الواحد يتكلم معاه. قال لك يا بت تصوري بقى انا غلطانه ان اتكلموا معاكي اصلا. ارى يا بت يا حنان خايف خايفه نعشمه نفسي فيه، وبعدين رقبتي تتكسر اللي هي مكسوره اصلا مش ناقصه وجع ولا كسر تاني هترجع تقولي نقف ونقعد وكلام ملوش عايزه. جرأي يا بت الراجل بمعجب بيكي عايز يقابلك يقول لك كلمتين حلوين من اللي بالك فيهم. كخة يا بنت بطاقة القدر بيصنعوا عنها في الحكايات وبس. بطلي بقى فقر ونحس مرة، يخرب بيت فقر أمك. كلمتين كلمتين حلوين بس هو ده اللي عايزه؟ لا طبعا عايز أكتر من كده بكتير، بس أنت بقى وحدقتك تدلعيه تخليه يحبك بدل ما هو هيمان وبس. هو يعني هيعجبه إيه فيا؟ ما أنت قلتي لي ده راجل متكلف يعرف نسوان أشكال وألوان. غاوي فقر بقى ولا غاوي عفاش؟ لا وانت صادقه غاوي مزاج، ومزاج عالي قوي كمان. شاف فيك اللي ما شافوش في واحده تانية، المزازه والحلاوه والطعامه والبلد يا بلدي. فريز قوي. اه طبعا فريز. ما بقاش فريز ليه؟ ناقصه ايد ولا ناقصه رجل؟ وبعدين واحد قايم نايم فلوسه بتولد لوحديها، ما يمتعش روحه بيها ليه؟ بت يا زوزو مره كده مشيها جهجهوني يا بت، سيبيها على ربنا. بقول لك ايه المهم دلوقتي انك تقابليه وبعد كده نشوفه هنعمله ايه.
مش هينفع يا حنان، قابله ازاي بس؟ احي عليك يا بنت، هتشل امي والنعمه يا حنان. قابله ازاي بالهدمه اللي عليا؟ ما انت عارفه اكيد هياخدني على مطرح حلو وفي نسوان لابسين ولابسين حلو قوي. انت عارفه الفوله واللي فيها. من الناحيه دي ما تعتليش هم، اختك مدبره لك كل حاجه. وبعدين ازاي تقلقي وانا جنبك يا بنت؟ يا بنت ده ما شافنيش غير باليونيفورم اللي احنا بنلبسه في البوتيك. الله بقى، ما قلت لك مدبره لك كل حاجه. تستاهلي باختك حنونه ولا ايه؟ وانت موزه كده وحلو يا واد يا حلو انت، والنعمه موزه اموت انا. ايه اللي بيحصل ده؟ انت هتسكت على الكلام الفارغ ده؟ اديكي قلتي كلام فارغ، يبقى ما تشغليش دماغك بيه وروحي شوفي وراكي ايه. بونجور يا اكرم. اهلا يا حبيبي. يا نونو مالك؟ هاي عيب. هو انا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه؟ كويس انك جيت، ما تمشيش من غير ما اقعد معاك. وي نيد تو توك. حاضر. لو ما كنتش طلبتني كنت انا اللي طلبتك. شفت الجرايد كاتبه عنك ايه النهارده؟ شفت؟ انت شفت؟ ايه رايك في الكلب ده يا عادل؟ بيهوهو كتير بس ملوش لازمه، يعني لو فكيت رقبته من السلسله مش هيعمل حاجه. غريبه، مع ان المفروض العكس. واحد خنقاه سلسله لو اتفكت من رقبته هيجري وهيطيح في الكل. انت عارف ايه اللي بيخنقني منك يا عادل؟ ان انت ذكي جدا في كل الحاجات التافهه، انما بقى في المواضيع المهمه اغبى اغبياء الكون. وانت بقى جايبني بيتك عشان تهزقني. انت مش الباشا يا اكرم. حظك، حظك اني مش الباشا. انت عارف يا عادل الباشا بيعمل ايه في اللي بيكلفه بحاجه وما يعملهاش؟ بيكلفه. انت ظهر يا اكرم نسيت ان انا شريكك مش سكرتيرك، يعني من حق انسحب في اي وقت من المشروع اللي انت تسببت في ضياعه. حبيبي انت ما ينفعش تبقى شريك في سوبر ماركت بيبيع زيتون اخضر بس، مش في مشروع بالضخامه دي. وبعدين يا بابا مش انت اللي تحدد امتى تنسحب، يظهر عليك لسه ما عرفتش مين هو اكرم. لا اعرفه كويس، يمكن اكتر من نفسه. مش انا بس، دي البلد كلها عرفته بعد اللي اتكتب في الجرايد. شوف يا اكرم، انا مش هستنى لما عندك وغرورك يضيعوا كل اللي عشت عمري عشان ابني. عايز تعند اعند براحتك بس لوحدك، انما انا اوت. عادل ما تضطرنيش اني اسيب السلسله بتاعت الكلب. اكرم ما تخلينا اصحاب احسن. اوكي واخرتها يا نص، تفضل مخبي على ابوك لحد امتى؟ ايه بتفكر تقول له؟ لكن اجرى له حاجه يا ابني، انت اتجننت؟ هتفضل هربان منه كده؟ هو انت اللي بسمي اللي فيه ده هروب؟ وما الواحد زي عزوز يعمل ايه؟ هربان من الموت بقاله سنين، ساب نفسه الخوف بيموته في اليوم 100 مرة. اللي يشوف دنيا ده غيره تهون عليه دنيته. جرى ايه يا حسن؟ ده تفضل مضايق نفسك كده كتير؟ لا بقى، اه انا كده ابقى خايبة ما دام مش عارفة اخرجك من اللي مضايق. وانت ذنبك ايه بس يا ورد؟ ذنب ان انا اسم الله عليا بعرف اسمعك وبس، لكن اخرجك من اللي انت فيه لا مفيش. ما حاجة برضو ما تسكتش عليها، الماركت دي لو طلعت فيها ارواح ناس، عارف يعني ايه ارواح ناس؟ جرى ايه يا حسن؟ هو انت مش قلت لهم على يرضي ضميرك قدام ربنا وقدام الناس؟ خلاص بقى هم اللي مسؤولين. يا سلام، يعني انا اقول لهم غلط وامشي وهم عارفين انه غلط؟ انت بقى كان في ايدك ايه تعمله اكتر من كده وما عملتوش يا حسن؟ والله عندك حق. في دي يعني حسن حبيبي، هو في حاجه ثانيه مضايقاك؟ مفيش يا هرب، واحد صاحبي بيكلمني بيقول ان هو عنده مشكله، يحس ان الموت جاي له في اي لحظه. ثانية وانا ممكن يبقى لي علاقة بواحدة ينفع احب واتحب يعني؟ انا بسرعة قلت له اه طبعا، حقك واحلامك ما تسكنش روحك. هو صدق كلامي طبعا وكان فرحان قوي،
بس انا بقى ما كنتش مصدق نفسي، حسيت ان انا عمال برص له كلام وبس. ساعتها حسيت بناديه اللي فيها، واحده مش عايزه من الدنيا غير شويه كلام يريحها وبس، غلبانه راضيه وعايزه من الدنيا شويه كلام تسمعه بس. انا لو مكانها مش صدق ولا كان، وهعرف من عيشتي كلها باللي فيها. ليه يا حسن انت بديهم كلام كده يبسطهم ويفرحهم يديهم امل في بكره؟ تفتكري يا ورده؟ ايوه طبعا، زي انت بالظبط ما بتعمل معايا كده وبتقولي انا بحبك يا ولد. انا مش بس بحبك يا ولد، انا عشقتك يا بنتي. طبعا اوكي يا حبيبتي يلا تشاو. ايه ده امال عادل فين؟ اكرم اكرم اكرم. ايه يا نور؟ عادل فين؟ مشي، انا كنت عايزاه. لا عادل مش عاوز حد اليومين دول، عادل ماشي بدماغه فاكرها هتوصله بروح امه. شكلكوا اتخانقتوا. ماما عامله ايه يا نور؟ يبقى اتخانقتوا طبعا، كل ده عشان اللي مكتوب عنك في الجورنال. طب هو عادل ذنبه ايه؟ انا مش قادر افهم ليه الناس بتنسى اوامري بالسرعه دي. اوامر ايه اكرم؟ كم مره قلت لك ما تتدخليش في شغلي؟ اللي بيحصل بره البيت ملهوش دعوه بجوه البيت خالص، وطالما انت جوه البيت يا بيبي يبقى ما تشغليش بالك باللي ما يخصكيش. ولما يتكتب عنك كلام كده في الجورنال يبقى انت شغلك دخلي جوه البيت يا اكرم. خايفه لصاحباتك التافهين يقولوا عليكي متجوزه حرامي اراضي مثلا؟ ما تكبري بقى يا نور، اكبري واعرفي حجم الاسم اللي انت شايلاه. لا انا عارفه كويس قوي حجم الاسم اللي انا شايلاه، المهم انت تعرف تحافظ على الاسم اللي ابنك شايله، سمعته من سمعتك. وبتستغربي لما ببعد عنك. ادم هات عادل وتعال. حبيبي سميتك من النهارده عادل، مبسوط؟ تعال. دكتور علي ازيك؟ ازيك يا باشا؟ الحمد لله. مش كان معادنا يوم الثلاث ولا ايه؟ ايوه معادنا يوم الثلاث، بس عملت شويه تعديلات كده على الروايه، فقلت بدل ما تطبعوها وتطبعوها تاني كده يكون احسن. ماله يا باشا كده احسن طبعا. اتفضل معايا الانسه اللي معاها ورق حضرتك وقول لها على اي تعديلات عندك. دكتور ايوه مش ثواني، مش من هنا. لا استاذه منى افهم مع حضرتك، شوف الدكتور محتاج. عمر يا دكتور. هي زميلتك اللي كانت بتطبع لي الروايه بتاعتي اظن اسمها ورد، هي فين؟ ورد، بس هي مشيت بدري النهارده. مشيت بدري؟ بس انا اقدر اخلصه لحضرتك. لا اظن اني شفت حاجه كده في الورق مش مظبوطه، اظن انها لا انا جاي بورق تاني. طب انا ممكن اخلصه لحضرتك؟ تخلصي ايه؟ تطبعي روايه بقول لك ورق تاني. هطبعه لك على كمبيوتر. تطبعي ايه؟ ده ورق تاني، انا هرجع لها، هرجع ولو جت قولي لها ان يعني انا هرجع. شكرا شكرا. ماشي يا دكتور. امر. راس يا سيدي. اتفضل الشاي. نشكر. صباح الخير يا رشيد اخويا. صباح الخير يا رشيد. عامل ايه؟ صحتك اخبارها ايه؟ ربنا يديمها عليك. زي الفل اخويا الحمد لله. تشرب شاي؟ ربنا يخليك يا رشيدي اللي انا والشفا. الحقيقه ريس رشيدي انا جاي لك في حكايه كده يا ابو الباشمهندس. مادام قلت يا ابو الباشمهندس تبقى اما عايز حسن في خدمه يا اما قصدني انا في حاجه بخصوص حسن، مش كده برضه؟ هو كده طول عمرك تفهمها وهي طايره يا رشيد. مؤمر. الامر لله يا اخويا.
شوف يا رشيدي، ابنك حسن اتخرج وبقى هندسة قد الدنيا على راسي من فوق، بس عشان خاطري وكرامة ليك ياريت تفهمه يخف كده حبتين على الرجالة. ويعلم ربنا أنا جاي أقول معاك الكلمتين دول لمصلحة حسن وبس. ما تيجي دغري في الكلام على طول كده يا متولي، في إيه؟ بصراحة كده يا ريس رشيدي، حسن ابنك من بعد ما خد الشهادة حس جواه كده إنه كبر على الناس كلها، مش كده وبس، لا ده كمان بيخبط مع الهندسة الكبير الباشمهندس فراج. لا مؤاخذة، أنت بتتكلم عن حسن ابننا؟ أيوة رشيدي، حسن ابنك النورس. عيب يا متولي، أنا حسن ابني متربي على إيديكم، مفيش شبر في المية هنا ما تدسوش برجله يا أخي، وجميله على الصغير قبل الكبير. النهاردة لما بقى باشمهندس قد الدنيا زي ما بتقول، ترموا عليه كلام. أنا ما برميش كلام لا سمح الله على حسن، تقدر توجد لي تفسير ليه كاتب تقرير في مارينا 2000 ومعطل المركب ومصمم إن هي ما تتحركش؟ لا ومش كده وبس، ومغلط المهندسين الكبار اللي فوق دماغه. لا 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 لا، أنا حسن ابني ما يكتبش تقارير إلا في الحق، ومية المية هو عنده حق في ده، وهو ده الكلام اللي عندي بقى يا متولي. هو ده كلامك يا رشيدي؟ ماشي. يعني أفهم من كده إن حضرتك مش زعلان يا أكرم بيه؟ حد يزعل الواحد بيشوف شغله يا عصام؟ والله يا أكرم بيه إحنا بنحاول يعني ما نركزش في القضية بنفس الكثافة اللي الجرايد التانية بتقصدها، بس يعني زي ما سعادتك عارف الموضوع متداول بصورة كبيرة جدا وبطريقة ما نقدرش أبدا نتجاهلها. خد راحتك على الآخر يا عصام، وما تقلقش من أي حاجة، أنا أكبر من إني أضغط على قناة ولا جورنال بيجيبوا سيرتي، ما أنت عارفني ولا إيه؟ شوف يا أكرم بيه، خدها من واحد مقضي نص عمره في العمل الصحفي والإعلامي، الحملة اللي ضد سعادتك دي موجهة. يعني؟ الحقيقة إن إحنا لما بنلاقي الأخبار المتداولة بتتكرر على لسان مقدمين البرامج وكتاب المقالات وبنفس الصورة والألفاظ، بنعرف على طول إنها تبقى حملة مقصودة ووراها حد. وإنت شايفها تفرق كتير؟ طبعاً يا فندم، تفرق كتير جدا، لان لو في ايدين خفيه بتحاول ان هي تشهر بحضرتك يبقى مش مقصود منها التشهير وبس، لا انما دي تبقى خطوه اولى عشان تضر بسمعه سعادتك على المدى البعيد. ده لو الكلام اللي مكتوب في الجرايد مش حقيقي. قصدي سعادتك ايه؟ قصدي ان انا فعلا على خلاف مع بعض اعضاء الحكومه على مشروع جديد، وبالرغم من المبالغات والمانشيتات الملونة اللي ملهاش لا لازمة ولا معنى، إلا إن فعلاً التفاصيل اللي اتكتبت حقيقية. حقيقية؟ إيه؟ مستغرب ليه؟ مفيش حد فوق القانون يا عصام. طب واسم سعادتك يا أكرم بيه؟ ماله اسمي؟ اسمي مش موضوع مطروح للنقاش أصلاً يا عصام. أنا أكرم البدري، وهفضل طول عمري أكرم البدري، سواء بقى الإعلام طبين لي أو لعنه اللي جابه أمي. شوف شغلك يا عصام، واكتب اللي أنت عايزه في جورنالك، وما ترجعليش في أي حاجة، وما تقلقش إعلاناتنا ماشية زي ما هي. يا نورس، احنا مش هنخلص يا ابني من المشاكل دي بقى. مشاكل ايه على الصبح يا ريس متولي؟ بس هو الصح دلوقتي بقى اسمه مشاكل؟ يا ابني فهمتك وقلت لك خلص لي المركب ديت وبسرعه، المركب دي لازم تتحرك فورا. وانا سابق قلت لك مليون مره المركب دي ما ينفعش تتحرك، بس بقى طالما انت مصمم يبقى نمشيها ميري احسن. يلا برضو يا حسن، وماله نمشيها ميري؟ طب يا سيدي، دي شكوى رسميه في المهندس فراج، انا ما كنتش ناوي اقدمها لك، بس بقى هو طالما مصمم انه يطلع المركب دي وانا مبلغه مليون مره ان فيها مصايب يبقى براحته بقى. يعني مفيش فايده من الكلام معاك انت يا حسن، ها؟
رغم اني مأكد لك ان المهندس فراج بنفسه هو اللي ماضي ان الملكة دي تتحرك، يعني سليمة. دخلك انت بقى ايه؟ دخلي بقى ان المهندس فراج ده في حاجة مش مظبوطة. يعني ايه في حاجة يا حسن؟ معرفش بقى، بيطلع له مصلحة، بياخد فلوس، المهم المركب دي مش طالعة رسمة ولا يعني مش طالعة. ما تيجي انت بقى تدورها ونقعد واحنا بقى في بيوتنا. بقول لك ايه يا حسن؟ المركب دي بالذات لازم تتحرك دلوقتي. المركب دي بالذات؟ لا ده في حاجة غلط غلط يعني. الله، سيبنا رايح فين يا نورس؟ استنى بس. في ايه يا صالح؟ بتعمل ايه كل ده؟ اكسلانس، هو كان في مشكله صغننه وبتتحل، بس كان لازم استنى اتاكد بنفسي. مش كانت على وشك واعتبرها خلصت والكلام لهبه اللي انت قلته لي ده؟ برنس، ما تزعجش نفسك، كله هيتظبط. على فكره ساعتك ممكن تتحرك. اسكت خالص، اركب. اطلع يا عمران. وشمال. طول ما انت شغال في المينا ديت يا حسن يا ابني تخلي بالك من شغلك وبس. انت صحيح اتخرجت وبقيت باشمهندس قد الدنيا، بس برضو في الاول وفي الاخر ما تاخذنيش يعني، انت لسه مكانجي تحت ايد الباشمهندس فراج كبير المهندسين. يعني اللي مطلوب منك انك تسمع كلامه وتنفذ اللي يقولك عليه بالحرف وبس. وبعدين يا ابني يعني لو حصل اي حاجه لا قدر الله فانا مش عايزك تقلق يا سيدي، ساعتها بقى مش هيكون عليك انت اي مسؤوليه، المسؤوليه كلها هيشيلها الباشمهندس فراج. اظن كده اطمنت يا ابو علي. لا ما اطمنتش بس فهمت. يا نهار اسود، اكرم باشا، يا دي المصايب اللي جايلك يا متولي. قابل يا حسن. قابل ايه؟ لو خايف هقول له انا رئيس متولي. اكرم باشا، اهلا اهلا وسهلا يا سعاده الباشا، نورتنا سعادتك. ممكن افهم في ايه؟ المركب ما اتحركتش ليه؟ لا مفيش حاجه سعادتك، هو بس ايه يا رئيس متولي؟ باشا المركب دي مليانه مصايب، ما ينفعش تتحرك من هنا. انت مين؟ حسن رشيد. ايوه، ايه حسن الرشيدي بيعمل ايه؟ حسن الرشيدي ده يعني ده مكانجي هنا معانا في المينا يعني، وكان هو اللي بيتابع المركب. انما اطمن اطمن سعادتك، المركب جاهزه يعني تعتبرها انها دقايق وطالعه. لا لا الا الله، ايه اللي طالع رئيس متولي؟ المركب دي ما ينفعش تتحرك من هنا، ما ينفعش تتحرك. انت بتاخد هنا كام يا حسن؟ بتاخد هنا كام؟ باخد على قد اللي يرضي ضميري في الشغل يا باشا. ضمير؟ طب ما ضميرك معايا ممكن يبقى اغلى، ايه رايك؟ لا متشكر يا باشا، بس المركب دي مش هينفع تتحرك، احنا اسفين لو بتضايق سيادتك يعني. محدش يقدر يضايق اكرم البدري خالص. اخرس يا حسن، انت بتقول ايه؟ سعادتك يا فندم احنا اسفين، امسحها فيا يا اكرم باشا، وانا بوعد سعادتك ان هخصم للولد دوت. لا 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 لا، خصم ايه؟ ده ما يرضيش ربنا ابدا، ما يرضينيش زعل الغلابه. ارفضوا.